السلام عليكم اعزائي التلاميذ، كنتمنى تكونوا بخير. اذا اليوم ان شاء الله وصلنا للتمرين الثاني. الوغ ليكن اكس عدد عشري غير منعدم. دونك شنو هو اكس؟ اكس عباره عن واحد العدد مجهول، ما عرفناهش شحال كيساوي، ولكن ما عطاونا ليش معلومات. قال لك هاد اكس عدد عشري. شنو معنى عدد عشري؟ عدد عشري هو واحد العدد اللي يقدر يكون بلا فاصله، بحال مثلا 1 2 3 4 5 6، واللي يقدر يكون بالفاصله، باغ اكزومبل 2.3 2.5 2.186، غير هو يكون بالفاصله، ولكن ديك العدد الاعداد اللي مورا الفاصله اي الجزء العشري خصو يكون منتهي. صافي. اذا عدد عشري هو واحد العدد اللي يقدر يكون بلا فاصله او اللي يقدر يكون بالفاصله ولكن الجزء العشري خصو يكون منتهي، يعني ديك الاعداد اللي وراء الفاصله خصهم يكونوا منتهي. صافي مزيان. زائد قال لك غير منعدم. شنو معنى غير منعدم؟ يعني هاد اكس ما عمره غيكون كيساوي زيرو. صافي، يعني كيخالف زيرو. اتفق معنا؟ اذا دابا عرفنا شنو هو اكس. قال لك اكس هو واحد العدد عشري غير منعدم. مزيان. شنو السؤال كيقول لك؟ قال لك اكتب العدد التالي على شكل كسر. يعني هاد العدد اللي عطاوه لنا اللي هو 1 على x ناقص 1 على 5x زائد 1 على 20، اش خصنا نكتبوه؟ قال لك كتبوه على شكل كسر، يعني هذا كامل نحسبوه ونرجعوه يلاه كسر واحد. دونك هنا كتبان لي الامور واضحه. مزيان، راه نبداو التصحيح ديالنا. دونك ا كيساوي 1 على x ناقص 5 على 1 على 5x زائد 1 على 20. دونك تعطى لك سؤال تينا بحال هذا، اكتب هذا على شكل كسر. انا متفق معك بلي انت دائما كتخدم في القسم ولا في التمارين اللي صادفتيهم من قبل، كنت كتخدم بواحد على جوج، واحد على خمسة، واحد على 18، واحد على 20، ما عمرك شفتي انت اكس في المقام. داكو، ولكن كتبقى عندك واحد القاعده في راسك باش تتعامل مع هذا. دونك هذا كيف ما كان الحال، واحد على اكس وناقص خمسة على اكس وواحد على 20، هذو كيتسموا اعداد جذريه. وكذلك كيف ما كان الحال تسمع عدد جذري. وهذا السؤال اش كيقول لك؟ كيقول لك اكتب العدد التالي على شكل كسر، يعني تين هاد الاعداد هادو تحاول تجمعهم مع بعضيتهم او لا طرحهم من بعضيتهم وتحصل على كسر واحد. صافي. اذا اول مرحله باش نحسبوا اعداد نجمعوا او نفرقوا عددين كسريين، شنو كنعملوا؟ كنوحدوا لهم المقامات. صافي. دونك اول مرحله شنو هي؟ توحد مقام سواء كان عندي اكس ولا ما عنديش اكس، ويكون شنو ما كان عندي. اول مرحله توحيد المقامات. مزيان. دونك هنايا المقام الاولاني اش عندي؟ عندي اكس. المقام الثاني اش عندي؟ عندي 5 اكس. المقام الثالث اش عندي؟ عندي 20. مزيان. دونك دابا نحاولوا هاد اكس وهاد 5 اكس وهاد 20 نحاولوا نرجعوا بحال بعطيتو. صافي، يعني نحاولوا نضربوهم في شي اعداد ولا في شي مجاهيل في اي حاجه باش هاد اكس وهاد 5 اكس وهاد 20 نوحدوهم. صافي مزيان. دونك اش كنلاحظوا؟ كنلاحظوا بعد هنايا عندي اكس وهنا عندي اكس، اذا اوبليغاتوار هاد 20 اش خاصها؟ خاصها اكس باش يرجعوا كاملين بيهم عندهم اكس. متفقين معايا؟ انا نعاودها. دونك هنا عندنا اكس. دابا حنا الفكره شنو هي؟ الفكره هو ان هذا وهذا 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 اش عندهم؟ خصهم يرجع لهم نفس العدد، يعني يرجعوا كاملين بيهم بحال بعطيتهم. صافي مزيان. دونك اول حاجه كتلاحظها ان هنا عندك اكس، الاولاني راه فيه اكس والثاني حتى هو اكس والثالث ما فيهش اكس. اذا اول مرحله خصني هاد 20 هادي فاش غادي نضربها؟ خصني نضربها في اكس. علاش؟ باش يرجعوا كاملين بيهم عندهم اكس. ها المرحله الاولى دوزناها، دابا غادي ندوزو للمرحله الثانيه. دابا هذا رجع عنده اكس وهذا اكس وحتى هاد 20 رجعت عندها اكس. دابا غادي ندوزو نشوفو الاعداد نوحدوهم مع بعضيهم. دونك شنو عندي؟ عندي 20، وهنا شنو عندي؟ عندي 5، وهنا شنو عندي؟ 1. اذا نقدر انا من 1 و5 و20 نرجعو بحال بعضيهم. فحالاش 1 نقدر نضربها في 20 وترجع لي 20، 5 نقدر نضربها في 4 وترجع لي 20، 20 تبقى هي 20. صافي، ها حنايا الاعداد رجعو بحال بعضيهم. دونك انا نكتبها لكم هنايا وغادي نكتبها لكم. الوغ هنايا عندي اكس غادي نضربها في 20 و 5 اكس قلنا غادي نضربوها في 4. دونك هذا غنضربوه في 20 وهذا فاش غنضربوه في 4.
داكو. الوغ شحال ترجع لي كتساوي؟ دونك هنايا غادي ترجع عندي 20 اكس، هنا غادي ترجع لي 4 × 5 = 20 اكس، وهنايا غادي تبقى 20 اكس. صافي، دونك حنا رجعناهم للمقامات بحال بعضيتهم، يعني اصلا هاد الاعداد ديال اكس و 5 اكس و 20 في كانوا في المقامات. دونك اذا اكس خصني نضربها في 20، 5 اكس خصني نضربها في 4، وهاد 20 خصني نضربها فايش في اكس. صافي مزيان. دونك الفكره الاساسيه هي توحيد المقامات، غير ما قبل كنا كنوحدوا المقامات بعيب الاعداد، دابا رجعوا نقدروا نوحدوا المقامات بالاعداد وبليز اكس. الو واحد هنا عندي اكس، قلنا هذا نضربه في 20، تنفوق نضرب في 20، لارد ذلك ديما كنضربوا لتحت وكنضربوا نفس العدد الفوقي. هنا عندي 1 و5 اكس، الو غادا نضربها في 4، دونك غادا نضربها في 4، 1 على 20، غادا نضربها في اكس وهذا نضربها في اكس. صافي مزيان. دونك 20 × 1 هي 20، و اكس في 20 هي 20 اكس، ناقص 1 × 4 4، 5 × 4 20 مع اكس كتعطيني 20 اكس، زائد 1 × اكس هي اكس، دونك تبقى لي 20 على اكس. مزيان. دونك دابا المقام نرجعو موحدين، دونك نحتفظ بالمقام و كنجمع اولا كنفرق البسط، دونك كتعطيني 20 ناقص 4 زائد اكس. مزيان، دونك 20 اكس، الوغ هنايا 20 ناقص 4 دونك كتبقى لي 16 زائد اكس. صافي، دونك هادي هي النتيجة. دابا هنايا شباب واحد القضية بغيت نشير ليها، هو ان هنايا كيوقع بعض الاخطاء. بحالاش بحال دابا 16 زائد اكس، هادي راه ماشي هي 16 اكس، هادي راه خطأ، هادي راه ماشي مكتساويش 16 اكس. شكون اللي كيساوي 16 اكس؟ بحال هيدا، الا عطيتك 16 مضروبة في اكس هادي كتساوي 16 اكس، اما 16 زائد اكس راه ما كتساويش 16 اكس. مثلا عطيتك 5 + 4 اكس، هادي راه ما كتساويش 9 اكس، هادي راه ما كتساويش، شحال فيكم كيعمل 5 + 4 كيقول لك هي 9، اذا 9 اكس. لا دي خطا، علاش؟ حيت هاد العدد ها 5 هو نوع من الاعداد، و 4 اكس كيتسمى مجهول، ما عارفينش 4 اكس شحال كيساوي، يعني هذا كيتسمى معلوم وهذا كيتسمى مجهول، ومعلوم ومجهول ما يمكن لك شي تعرف شحال كتساوي. بحال مثلا قلت لك عندي 20 ديال الناس وعندي اكس ديال الناس، ما معروفينش اكس ديال الناس شحال ديال الناس عندي، تقول لي ما تقدرش تجمع، علاش؟ حيت انت يلاه 20 كتعرفهم ولكن اكس ما كتعرفش، اذا ما يمكنلكش تقول لي شحال ديال الناس عندك، علاش؟ حيت دي اكس ما كتعرفوش، وبالتالي 5 اللي هو معلوم و 4 اكس اللي هو مجهول ما يمكنلكش تجمعهم مع بعضهم، علاش؟ حيت واحد كتعرفو واحد ما كتعرفوش، وبالتالي 5 + 4 اكس كتبقى هي 5 + 4 اكس، ما كنجمعوها ما والو، كتبقى هذيك، علاش؟ حيت هذا نوع وهذا نوع. صافي، ملي كيتلاقاونا في نفس النوع ديك الساعه يمكننا نجمعو، بحال مثلا هذا 2 × 3 × x. دابا هذا النوع ديال لي زيكس وهذا النوع ديال لي زيكس، دابا يمكننا نجمعوهم، 2 + 3 كتبقى لك هي 5 و x. صافي، مثلا ديك 2 + 4 هادي يمكننا نجمعوهم، علاش؟ حيت 4 معلوم و 2 معلوم، اذا نعطيني 6. اما باش يكون 2 + 3 × تجمعهم تقول لي 5 × هادي ما يمكنش، دونك 2 + 3 × كتبقى هي هيدا. صافي، دونك كنتمنى يكون هادي واضحة ومفهومة، ونشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله. تبارك الله عليكم.